الدخول الثقافي موعد جديد تضربه الثقافة لكل متتبعيها في ظل جائحة غيرت السلوكيات الثقافية. وفي محاولة إضافية للتأقلم وعدم استئناف العروض الفنية، فتحت المتاحف، المكتبات وقاعات العرض فقط. برنامج تاع الدخول الثقافي يعني هذه الطبعة الأولى، واللي حيولي تقليد كل عام إن شاء الله، وكل عام يعني حيكون فيه ميزة هو يعني يرمزوه شخصية من شخصيات الثقافة. كما هذا المرة كان كاين اللي داروها رمزوا به السيد محمد ديب الكاتب المعروف، وتانيك هي يعني 100 سنة لسنتونير دو محمد ديب. ندوات، معارض سينوغرافية وفوتوغرافية تنضاف إلى رصيد النشاط الافتراضي الذي لم ينقطع منذ بداية كوفيد-19. أكيد مع غلق فضاءات ديوان الوطني للثقافة والإعلام في هذه الظروف الاستثنائية، انتقلنا إلى النشاطات الافتراضية عبر صفحتنا بالفيسبوك وأيضا لوسيت تاع لونسي. في الظروف الاستثنائية قدرنا نخلق نشاطات ثقافية لتواكب هذه المرحلة الصعبة علينا وعلى العالم بأسره. القطاع الثقافي كان من القطاعات الأولى التي نقلت كل نشاطاتها إلى العالم الافتراضي طول فترة الحجر الصحي.